في ظل تلاحم المواسم، في ظل مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولات أفريقية، في ظل مشاركة الكونفدرالية ودوري أبطال، هناك اتجاه أو دراسة للدوري العام القادم إن شاء الله يبقى من دور واحد ولو حزبة كده هبان في الأيام اللي جاية. بص أقول لك على حاجة، الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لي. أقول لك ليه؟ في عجائب وطرائف حصلت في خلال السنة اللي فاتت والسنة دي، عجائب وطرائف غريبة جدا. وعايز المشاهد كده يركز معايا. سيف فاروق جعفر لعب مع الزمالك في دور الثمانية في كاس مصر، ولعب مع بيراميدز قبل النهائي قدام الزمالك. سيف فاروق جعفر هيلعب نهائي الزمالك مع النادي الأهلي. انت شفت الكلام ده في اي دوري في العالم على مدار تاريخه؟ شفت الكلام ده؟ سيف فاروق جعفر ونسخة واحدة يلعب دور تمانية مع الزمالك، هوب قبل النهائي يكون مع بيراميدز قدام الزمالك، هوب النهائي يلعب مع سيف مع الزمالك قدام الأهلي. ده فين ده؟ هل انت رقم اتنين شفت عمر كمال لعب امبارح في الجولة السابعة مع النادي الأهلي؟ الكلام ده مهم جدا، والناس اللي بتنتقد لجنة المسابقات وبتنتقد كل التفاصيل ده من حقهم ينتقدوا، خد بالك، سينتقدوا وما يزعلوش بشكل يفيد الكرة المصرية. وده اللي احنا بنقوله. هل ينفع عمر كمال عبد الواحد يا استاذ محمد هل ينفع عمر كمال بيلعب في الجولة السابعة مع النادي الأهلي قدام بلدية المحلة وهو كان بيلعب مع فيوتشر في الجولة نفس الجولة السابعة مع الزمالك؟ انت شفتها قبل كده؟ وترد على ما هو ده لزل توقف، رد على اي حد بيتفرج على انت شفتها؟ ما ده اللي كان ما التوقف ده لو سمحت يا استاذ ياسر، لو عندك الجدول بماتشاته كم فريق لعب، كم فريق لعب 13 ماتش وكم فريق لعب 7، لا موجود الجدول معانا، كم فريق لعب 11؟ اذا ان انا لازم اغير الدوري اصلا موجود. يعني استاذ احمد دياب لازم يغير الدوري عشان خاطر نبدا على نضيف. ما هو ده اللي بيعملوه، ما هو ده اللي بيعملوه. وانا معاهم معاه، احنا كنا معاه. اتفضل. لعب 14 12 13 10 12 13 12 12 7. النادي الاهلي بدا الدوري من امتى؟ سبتمبر. دوري المصري ابتدى سبتمبر. احنا في شهر ايه؟ فبراير. احنا خلاص بكره 1 مارس، يعني بقى لنا كام شهر؟ النهارده 1 مارس، يعني بكره ان شاء الله يبقى 7 شهور. يعني 7 شهور بكره 7 شهور النادي الاهلي يلعب 7 ماتشات، يعني ماتش وتقول لي عدل في الكره المصريه؟ ماتش في الشهر وتقول لي عدل في الكره المصريه؟ ده يزعل. انا مش علاقه بالزمالك بقى، انا مش بدافع عن الزمالك ولا بدافع عن الاسماعيلي ولا انا بتكلم شكل الدوري ازاي. الدوري بادئ 7 شهور، يعني الاهلي كل شهر يلعب ماتش؟ انا هزر يا جماعه. طب هل ما بيلعبش ليه؟ طب كمل الجدول. ما بيلعبش ليه؟ بيتسال عليه المفروض تجيبه حد من لجنه المسابقات يرد على اللي احنا بنقوله ده. الجونه لعب 12، فيوتشر لعب 10، 13، 14، الزمالك لعب 9، ما كل ده غلط. البنك الاهلي لعب 14، المقاولين عرب. المفروض الطبيعي ان كله يلعب زي بعضه. الطبيعي الفرقه الثانيه دي مش شاركتش في بطولات، طب اقول لك حاجه يعني ايه اللي ما لعبتش في افريقيا؟ يعني الاهلي بقى له 7 شهور لعب 7 ماتشات، شارك في افريقيا. طب ما هو ليه؟ واللي طب سان داونز عمل ايه؟ اقول لك الدوريات الثانيه عملوا ايه؟ سان داونز شيل كاس العالم للانديه، عايز شيل شهر. شيل شهر ما بتاع كاس العالم للانديه. تمام. سان داونز يعتبر لعب كل المشاركات اللي لعب فيها النادي الاهلي، صح؟ لعب دوري ابطال ولعب السوبر الافريقي، لعب في الدوري لغايه دلوقتي 13 ماتش. والدوري كله 13 ماتش؟ لو انت من كم ماتش؟ ما انا ما اعرفش كم لعب. 13 ماتش لعب 13 يعني ايه من كام؟ 13 ماتش توتال، يعني من كام ماتش؟ ما هو 13 ل 14 الاسبوع كان في الدوري 13 ماتش. يا ريت استاذ ياسر يشوف لنا الدوري. انا بكلمك ان انت اشوف ايوه دي نقطه مهمه. الفكره كلها ان انت لو هحسب لك شهر عشان خاطر الاهلي لعب في كاس العالم للانديه، فانت احسب اربع ماتشات عندك 12 11 10 9، يبقى على الاقل لعب 9. لو انت بتتكلم ان انا شلت شهر من كاس العالم لكن بقيه المشاركات زي معلش بس لعب 9 دي، عشان دي برضو نقطه مهمه جدا. انا مش بتكلم بقى على الاهلي، لا عشان في ناس هتقول لك ان هو لعب كاس العالم. القايمه فيها 30 لاعب، احنا بنعمل 30 لاعب ليه؟ ما خلاص يبقى القايمه تبقى 20. برافو عليك برافو عليك. امال انتوا ليه بتقولوا من اول كل سنه لازم القايمه تبقى 30 لاعب وخمسه ناشئين؟ عشان خاطر الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا، وعشان خاطر بيلعبوا كاس عالم دوري جنوب افريقيا في الاسبوع 18، وسان داونز بيلعب الدبدول 13 وانت هناك 18، خمس ماتشات. يعني كام ماتش؟ هي خمس ماتشات. لا يبقى كده في مشكله. لا مش اكيد. ليه مش اكيد؟ خمس ماتشات يعني ايه؟ خليه يجيبها لنا على خمس ماتشات يعني ايه؟ خليه يجيبها لنا. طب هو شوفها ايه خمس ماتشات دي؟ خليه يجيبها لنا يعني ايه خمس ماتشات؟ خمس ماتشات فرق.
سان داونز لعب 16 ماتش يا هشام. 16 ماتش؟ اه 16 ماتش. من كام ماتش؟ من 18. طيب ما هو ده اللي بيتكلم فيه. هو الغلطه عند ال طب مش ده انا كده انا مبسوط ان انا مش عندنا هنا في الاخراج والاعداد المسرحيين. انا مبسوط ان انا اغلط. انا مبسوط. الله ينور عليك يا استاذ ياسر. لا تحرجنا كده يا استاذ ياسر. لا ياسر ما بعتش حاجه. ايوه صح. اذا احنا بنتكلم انا سعيد جدا ان انا غلطت. انا بقالي 13 ولعب 16 كمان. يعني انت كلامك ان ما هو ده اللي بتكلم فيه ان النهارده ليه النادي الاهلي ومشارك فين ومشارك دوري ليه بقالك سبع شهور لعبت سبع ماتشات. طب خلينا ناخد ليه بتاجل ماتشات بيراميدز النادي الاهلي والله ما محتاج ولا تاجل له بيراميدز ولا تاجل له الزمالك جودار. ممكن اقول لك حاجه استاذ ياسر على سبحان الله انا كنت محضره عشان اقولها. قول. هو قال حاجه مهمه جدا. قول. قال لك ليه دايما بقت بعبوع بعبوع ماتش الاهلي والبيراميدز. زمان كان الاهلي والزمالك يعني انت شايف بابا في ايه يعني زمان كان دايما اول لما تيجي تقرب لماتش الاهلي والزمالك يلا لظروف معينه يلا يأجلوا يعني لحد ما الدنيا تتحسم يعني طبعا. لا انت دلوقتي بتتكلم عندك نهائي الكاس وعندك بعد العيد الصغير اهلي والزمالك بعد العيد الكبير اهلي والزمالك انت الماتشين هيتلعبوا وماتش الدور الاول بتاع بيراميدز ما تلعبش. طب دي اول مره هل دي صدفه؟ انا محضر حاجه لو نعرضها استاذ ياسر لان مهمه جدا نعرضها استاذ ياسر جدا. انا بقولها لك صداع اللي هو دلوقتي الاهلي وبيراميدز صداع. ما ينفعش احنا بنأجل. انت عارف لو بتتكلم من فبراير ماتش بيراميدز اللي هيتلعب ده ممكن يفوت يعني طبعا يعني برضو نقول برضو عشان ندي الاهلي حقه يعني الاهلي يعني كترتيب في دوري الابطال مكمل بيراميدز خرج كبطولات الاهلي حصل بطولات هو سان داونز مكمل هو سان داونز مكمل هو سان داونز مكمل لا هو سان داونز ده مش انا مش ضد الاهلي انا بتكلم عارف احنا الناس هتوجهنا ايه يقول لك اهلي 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 يا جماعه الاهلاوي اللي يزعل يبقى مش عايز كوره. انا بقى بسال سؤال بقى عشان بمجرد انت بتقول ان الصداع بقى انا بقى عايز تعرض ايه بس عشان يعرضه لك عشان يقفل الملف انا جايب لك تاجلات اهلي اهلي وبيراميدز هتلاقي في فايل كده محطوط فايل اهلي وبيراميدز تمام حاضر تمام أجازم. انا بتكلم بقى من هشام بعد اذنك كمان 16 مش 13 ان النادي الاهلي مع احترام البيراميدز النادي الاهلي يتفوق على جميع انديه مصر من حيث النظام من حيث الجمهور من حيث الفريق مو عشان انت بقى بس فالنادي الاهلي عمره ما يبقى ليه صداع بيراميدز ولا اي حد. انا بتكلم بما يرضي الله.